أشهد أن لا إله إلا الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. المعروف ترى يكون تكفير من السيئات ومحض خير للعبد كما أصاب الرسل يكون رفع لدرجاتهم وليتأسى بهم وترى تكفير للسيئات وترى العقوبة. المرض أنواع يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله بخير وصل منه ويقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة تصيبه إلا كفر الله بها من خطايا ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل والأصاب أيوبه نبي الله مرضا عظيم. فالمرض يكون لرفع الدرجات ويكون لتكفير السيئات ويكون لعقوبة في بعض الأحيان. ربك حكيم عليم جل وعلا هو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر من أمراض وغيرها سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول جل وعلا ما أصاب من حسنة من الله وما أصاب من سيئة من نفسي. قد تكون لها أسباب لنفسك أسباب في وجود المرض وجود المصيبة من فقر من غيرها. فوائد منتقاه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ليش رب العالمين أحيانا يبتليك ويبتليني ويبتلي الناس؟ لحكم سبحانه كثيرة جدا، هو الحكيم تبارك وتعالى. لكن خذ هذه الفائدة علشان إذا صارت لك مصيبة يوم من الأيام أو إذا كنت الحين أنت تحس بهم وغم من مشكلة عندك، تعرف ليش رب العالمين ابتلاك؟ فترتاح. الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء ليستخرج به الدعاء. يعني الله يبتليك بيسمع صوتك، انت من زمان ما قلت يا رب ولا رفعت يدك ولا بكيت عند ربك. الله يحب يسمع صوتك، يحب يشوفك ذليل، يحب يشوفك تتذكره وتدعوه وتلح عليه. مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. يعني لو ما هالمصيبة هذه ترى يمكن انت ما رفعت يدك وكنت ناسي ربك، فرب العالمين بس يبي يسمع صوتك، يبي يسمعك تدعوه وراح يعطيك وراح يفرج عنك. سبحان الله، يعني الرجل يقول انا كنت مريض انا كنت. الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي الإنسان في هذه الدنيا بأمراض، ربما يبتلي الإنسان بهم، تدري ليش؟ عشان ينطرح بين يدي الله. الله عز وجل يقول في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الهموم الكروب الأمراض، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. تخيل معي حكم الله عز وجل بالآية لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون.